يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما المراد بالقروء في هذه الآية؟ هذه الآية المراد بها بيان عدة المطلقة، عدة المطلقة لماذا تعتد، يعني لماذا تتربص بعد الطلاق، ما هي على طول تزوج، إذا طلقت لا تتزوج على طول بل تتربص وتنتظر، مدة الانتظار والتربص هذه تسمى عدة، تسمى عدة، عدة المطلقة التي تحيض عدتها 3 حيض، وهذه هي القروء، القروء هي الحيض، والتي لا تحيض لكبر أو أنها لم تبلغ سن المحيض تحتد ب3 أشهر، تعتد ب3 أشهر بدل الحيض. هذا قول عليه جمهور من العلماء، والقول الأول أو القول الثاني أن القروء هي الأطهار التي بين الحيضتين بين الحيض، ولا منافاة بين القولين، أطهار أو حيض، المهم لأنه يلزم من 3 أطهار 3 حيض أيضا، ويلزم من 3 حيض 3 أطهار، فهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، والحمد لله. نعم.